السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم هعمل وصفة صدق بالخضار، حلوة قوي هتعجب ولادنا، علشان طبعا بنحتار وبنبقى مش عارفين ندخلهم الخضار في الاكل ازاي. فهنبدأ كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اول حاجة هنجيبها ثوم مفروم، بصلة مفرومة، ملح وفلفل، كعب مرقة، مكرونة بنجيبها ونحمرها بمعلقة زبدة على النار ومعلقتين زيت، ونجيب صدق ومعلقة صلصة، جزر مبشور، كوسة مبشورة، أي خضار حابة تحطيه حطيه. بس هي دي المقادير، توابل بسيطة وسهلة لأن صدق طبعا توابله كتير. نجيب بقى حلة فيها زيت على النار أو معلقة زبدة ونحمر فيها الصدق. طبعا الصدق كده كده بينزل الدهون كتير قوي، فمش هنحط كتير ولا هنحط له توابل دلوقتي خالص لانه هو كله توابل اصلا. نحمره كويس. بصوا السوائل دي بقى نصفيها عشان ما تبقاش الوصفة تقيلة قوي. نحط بقى البصل والثوم والخضار، نديهم لون كده يتبلوا بس معانا، تبقى بالمنظر ده. بعدين نحط معلقة الصلصة، نجيب ملح بقى والفلفل والمكعب المرقة والمكرونة، نقلبهم كده تقليبة بسرعة. وبعدين نحط صلصة طماطم، صوص الطماطم ده يعني حوالي 4 طماطمات كده ولا حاجة، بنضربه. نجيب مية بتغلي ونغطي الكلام ده بالمية اللي بتغلي ونسيبه بقى على النار لحد ما يستوي. وده بيبقى شكله، ان شاء الله يعجبكم وطعمه خطير بجد، لازم تجربوه لولادنا. مش باين فيه لخضار ولا باين فيه اي حاجة، وهم كلهم بيحبوا المكرونة طبعا، بس ضحكنا عليهم بقى ودخلنا لهم خضار في المكرونة. يا رب تعجبكم. Thank you.